صباح الخير طلابنا الأعزاء في كل المحافظات السورية في أرجاء وطننا الغالي سوريا. نقدم اليوم لكم طلاب الصف الأول الثانوي العلمي درس في وحدة الاقتصاد. طبعا درسنا هو اقتصاد الإبداع والتخلف. بداية إذا من العنوان الإبداع، إذا اقتصاد الإبداع والتخلف. الاقتصاد يتفاوت بين دولة وأخرى حسب مستواها التقني والعلمي، وله دور كبير أيضا في تطورها وغناها المادي ووصولها إلى مرتبة مرتفعة ومتقدمة. وبالمقابل هناك دول لا زالت في طور التخلف، وهذه الدول سوف نتكلم عنها اليوم في هذا الدرس. بداية لدينا خريطة لقارة أوروبا وأفريقيا. هذه الخريطة توضح لنا طبعا الفرق، سوف يتوضح لدينا في الدرس بين اقتصادين مختلفين تماما، هما اقتصاد متقدم واقتصاد متخلف. دولتنا التي سنتكلم عنها اليوم هي ألمانيا في أوروبا ودولة غانا في أفريقيا. الدولتان كما نشاهد على الخريطة كموقع، ألمانيا في شمال وغرب أوروبا، دولة غانا في وسط وغرب قارة أفريقيا كموقع الدولتين أيضا على الخريطة. سوف نتكلم عن ونوضح بعض الصور من الريف والمدن في كلتا الدولتين. الريف في ألمانيا، صورة لريف في ألمانيا، منظم شكل جميل، بينما نجد هنا الصورة في ريف غانا أيضا هنا في الريف. إذا ريف بسيط، بيوت من القش والطين كما نشاهد. مدن، الاختلاف بين المدن، مدينة فرانكفورت كما نعلم في ألمانيا نلاحظ ناطحات السحاب والتطور الكبير في المدينة. مدينة غانا كما نشاهد لا يوجد تنظيم، بيوت عشوائية، بيوت معظمها طابقين أو ثلاثة بالأكثر، شوارع معظمها شوارع ترابية كما نشاهد في الصور. إذن ماذا نلاحظ من الصور أحبائي؟ صورة من ألمانيا، مدن حديثة تتميز بناطحات سحاب، أبنية ضخمة ذات مظهر خارجي جميل، ومخططات أيضا تنظيمية للمدن وكما شاهدنا للريف بأشكال مميزة. إذن وهذا هو الشكل لها. بينما غانا مدن مكتظة بالسكان، ذات بناء غير منظم، تكثر فيها الأحياء العشوائية، الريف بسيط كما شاهدنا وغير متطور. على ماذا اعتمد المختصون في تقسيم وتصنيف هذه الدول بين أو التمييز بين دول العالم؟ على مجموعة من الأسس: التطور، القوة، والتنظيم. طبعا على هذه الأسس قسموا دول العالم إلى مجموعتين، مجموعة الدول المتقدمة ومجموعة الدول النامية. لكن تطور بعض الدول المتخلفة جعلها تقترب من مصافي الدول المتقدمة، وهنا بدأ يظهر مصطلح جديد وهو الدول الصاعدة. إذن دول صاعدة هي مصطلح جديد، الدول المتقدمة كما نرى نامية وصاعدة. دول الصاعدة، ما هو تعريف هذه الدول أو ما هو ما يميز هذه الدول؟ يوصف الاقتصاد الناشئ أو الصاعد بأنه دولة يظهر اقتصادها نموا كي يكون أكثر تقدما، وذلك عن طريق الصناعة والنمو المتسارع فيها، ويكون أيضا لهذه الدولة دور على الصعيدين السياسي والاقتصادي. مفهوم الدول المتقدمة أو التقدم، أصبحت عبارة التقدم في عصرنا مصطلحا متداولا، ويعبر عن أرقى مستوى وصلت إليه الدولة في مختلف المجالات الفكرية والمادية، ويبرز مدى تفوق تلك الدولة على غيرها من الدول. مفهوم التخلف، مصطلح يقصد به عدم قدرة الدولة على استغلال إمكانياتها الطبيعية والبشرية استغلالا مناسبا،
يسمح لها بتلبية حاجاتها المختلفة ومواكبة المستجدات المعاصرة بين الدول. إذن تقسيم العالم على الخارطة للدول المتقدمة والدول المتخلفة. طبعا هنا لدينا اللون البرتقالي يوضح لنا مجموعة الدول المتقدمة، أيضا مجموعة الدول المتخلفة باللون الرمادي، وأيضا مجموعة طبعا يطلق عليها مجموعة كبيرة من المصطلحات، دول الشمال ودول الجنوب، دول متخلفة ودول نامية مع متقدمة. إذن في يوجد مصطلحات كثيرة، لكن طبعا هي كلها تدل على مصطلح أو تقدم حضاري ووصول إلى مستوى اقتصادي معين، بينما اقتصاد متخلف ومستوى اقتصادي متردي. حتى لو أطلقنا عليها مصطلح دول الشمال، نلاحظ أن هناك بعض من هذه الدول المتقدمة موجودة في جنوب الكرة الأرضية، كما نشاهد أستراليا. إذن هنا الدول توضح لنا الخريطة، عفوا توضح لنا الدول المتقدمة التي تحمل اللون الأزرق، الدول الصاعدة وهي باللون الأحمر، والدول المتخلفة التي باللون الأخضر. طبعا كتسميات نرى الدول الأوروبية هي الدول المتقدمة، خاصة أوروبا الغربية، أيضا الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، جنوب أفريقيا، وأيضا أستراليا. بينما كدول صاعدة لدينا كدولة صاعدة روسيا والصين، إذن هما الدول الصاعدة. دول متخلفة كما نشاهد في القارة الأفريقية معظمها، أيضا جنوب القارة أو القارة كاملة، القارة الأمريكية الجنوبية. طبعا هنا مطلوب منكم أحبائي أن تقدموا بعض أسماء الدول من الخارطة هذا النشاط. أسمي بعض الدول المتقدمة كما شاهدنا على الخريطة: فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، إذن هي في أوروبا، كندا والولايات المتحدة الأمريكية موجودة في القارة الأمريكية الشمالية، وأستراليا في قارة أوقيانوسيا في جنوب الكرة الأرضية. الدول الصاعدة كما رأينا على الخارطة روسيا والصين. الدول المتخلفة البرازيل في أمريكا الجنوبية. الدول العربية معظمها إذن هي دول متخلفة: النيجر والهند. النشاط الآخر: أحدد في أي نصف من الكرة الأرضية يتركز انتشار الدول المتقدمة وكذلك الدول النامية. الدول المتقدمة في النصف الشمالي من الكرة الأرضية كما شاهدنا، لكن يوجد بعض منها في النصف الجنوبي كأستراليا وجنوب أفريقيا. الدول النامية في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية. لدينا مجموعة من التصنيفات والمعايير التي تستخدم في تصنيف الدول كدول متقدمة ونامية ومتخلفة. أول معيار المعايير الديموغرافية، وهي الولادات، الوفيات، نسبة النمو الطبيعي، أمد الحياة عند الولادة، والتراكيب العمرية. إذن هي تحدد كمعيار ديموغرافي. معايير الاجتماعية: لدينا الأمية، نصيب الفرد من الحريرات يوميا، متوسط دخل الفرد سنويا، نسبة الدراسة وعدد المتعلمين، عدد الأطباء لكل 1000 من السكان، وأيضا عدد الكتب المنشورة سنويا. إذن هذه المعايير الاجتماعية. معايير الاقتصادية: لدينا الدخل الوطني، المعيار الصناعي، وأيضا المعيار الزراعي والمعيار التجاري. اليوم سوف نتكلم في درسنا عن المعايير الاقتصادية إذن لهذه الدولتين، ألمانيا وغانا. نسبة العاملين في قطاعات الاقتصاد المختلفة. الزراعة: نلاحظ في ألمانيا النسبة منخفضة جدا 2%، تبلغ في غانا 70%. الصناعة: 35% يعملون في من نسبة العمال في ألمانيا في الصناعة، 17% في غانا. الخدمات:
خدمات 63% من في ألمانيا، 13% في غانا. إذا هي نسب توضح لدينا الفروق الكبيرة في نسبة العاملين. وأكبر فرق نلاحظه هنا فرق في الزراعة، نسبة كبيرة جدا كنسبة. هذا سوف نحدده لاحقا في الفقرة القادمة. أيضا الدخل الوطني، الدخل الوطني من مجموع السلع المنتجة والخدمات المقدمة نلاحظ أنه 5.315 تريليون دولار في ألمانيا، بينما يبلغ 8.5 مليار دولار في غانا. المعيار الزراعي بداية، كما قلنا نحن في الفقرة السابقة أن نسبة الزراعة في ألمانيا فقط العاملين في الزراعة 2%، 70% في غانا. نلاحظ هنا مردود الهكتار كيف يختلف من الحبوب. في ألمانيا 8050 كيلوغرام، بينما في غانا 1703 كيلوغرام للهكتار الواحد. إذا مردود كبير جدا في ألمانيا بعكس غانا كمردود اقتصادي. مدى تحقيق الاكتفاء الذاتي، نلاحظ أن 90% من الاكتفاء الذاتي تحققه ألمانيا، بينما لا يبلغ أكثر من 32% رغم كثرة العاملين في الزراعة بالمئة. لدينا هنا أسباب تفوق ألمانيا. تتفوق ألمانيا طبعا بالزراعة، سبب البحوث العلمية الزراعية المتطورة التي تجريها دائما بشكل مستمر على زراعاتها وتطويرها، أيضا انتقائها للبذور المناسبة للتربة ولطبيعة المناخ الموجود لديها، أيضا استخدامها للآلات الزراعية واستخدام الحديثة طبعا، واستخدام وسائل الري الحديثة تطبقها جميعا في زراعاتها. وهذا ما يجعل من ألمانيا دولة متطورة زراعيا. بينما بالنسبة لغانا، تتراجع في غانا الزراعة بسبب ضعف اليد العاملة رغم كثرتها كما شاهدنا في الجدول، استخدام أساليب الري والزراعة القديمة. إذن جميعها تساهم في أن يكون لغانا اقتصاد زراعي متخلف. نشاهد في الصور هنا بعض من المشاهد في الأراضي الزراعية في ألمانيا كيف هي منظمة وتستخدم الآلات الزراعية الحديثة، بينما الزراعة في غانا ما زالت تعتمد على الأيدي العاملة البسيطة وبخبرات إذن متوارثة ومتناقلة بين الأشخاص. ننتقل هنا إلى المعيار التجاري. المعيار التجاري أحبائي للدولتين، نلاحظ حجم المبادلات التجارية في الصادرات والواردات لألمانيا يبلغ 1.5 تريليون دولار، بينما في غانا 13.5 مليار دولار. المكانة في التجارة العالمية، ترتيب ألمانيا هي التاسعة في التجارة العالمية، بينما تبلغ غانا 133 كمرتبة. عدد المواد المصدرة ومدى تنوعها، نلاحظ في ألمانيا 220 مادة صناعية غذائية وغذائية، بينما في غانا 35 مادة أولية خام ومحاصيل نقدية. إذن هذه الفروق الكبيرة بين الدولتين كمعيار تجاري. طبعا استنتج السبب في اختلاف المكانة التجارية بين ألمانيا وهي المرتبة التاسعة في التجارة العالمية، وغانا 130 كمرتبة. طبعا هنا سبب كثرة المواد الصناعية والغذائية كما شاهدنا في الجدول التي تقوم بتصديرها وتتنوع في ألمانيا أيضا كمنتجات وأنواع، بينما غانا تعتمد على المادة الأولية الأساسية الخام وأيضا على بعض المحاصيل النقدية لتقوم بتصديرها. المعيار الصناعي، المعيار الصناعي بين الدولتين يوضح حجم الاستهلاك من المواد الأولية طاقة ومعادن. طبعا ألمانيا تستهلك الكثير لأنها تقوم بتصنيعه واهتمام بصناعاتها المتطورة والتكنولوجيا وأيضا صناعات الحديد والصلب وغيرها، لذلك هي تستهلك 67%، بينما في غانا 11%. نسبة مساهمة الصناعة في الدخل الوطني، 30% تساهم الصناعة في الدخل الوطني، بينما في غانا طبعا 22% كدخل. وضعية القاعدة الصناعية،
القاعدة الصناعية في ألمانيا معظمها صناعات تحويلية متطورة كما قلنا سابقا، بينما هي في غانا صناعات استخراجية تعتمد على استخراج المواد الأولية من باطن الأرض. مقدار إنتاج صناعة الحديد والصلب، تصنع ألمانيا 44 مليون طن بينما غانا 19 ألف طن. إذا هذه المعايير الصناعية توضح أيضا الفروق بين الدولتين. ما أسباب اختلاف نسب مساهمة الصناعة في الدخل الوطني في كلا البلدين؟ في ألمانيا تعتمد الصناعة على الصناعة التحويلية والصناعات الثقيلة، فهي تصنع الآلات، تجهيزات المصانع، السيارات، وأيضا تعتمد على صناعة الحديد والصلب. هذه المواد جميعها مرتفعة الثمن في الأسواق وتساهم بنسبة كبيرة في الدخل الوطني، بينما غانا تعتمد على الصناعات الاستخراجية والصناعات أيضا اليدوية البسيطة، وهذه الصناعات معظمها رخيصة الثمن كونها تصدر معظمها كمواد خام أكثر من تصديرها كمواد مصنعة. طبعا الصناعة في ألمانيا صناعة تحويلية كما رأينا في الجدول، بينما هي في غانا صناعة استخراجية. ما أهم الأسباب التي تجعل من الصناعة تحويلية في ألمانيا؟ اهتمامها بالبحوث العلمية المتطورة في جميع المجالات، أيضا الاهتمام بالتكنولوجيا الحديثة وآخر ما توصلت إليه العلوم لتطوير صناعاتها بشكل مستمر ودائم. بينما لماذا هي صناعة استخراجية في غانا؟ وجود المواد الأولية بكثرة، عدم وجود قاعدة صناعية متطورة، وهناك الكثير أيضا بالنسبة لهذه الدولة من تخلف في العلوم، عدم اهتمامها بتطوير الصناعة، عدم مراقبتها واهتمامها بهذه الصناعة. لدينا هنا صور توضح كيفية استخراج الذهب في غانا، عبارة عن استخدام يدوي، صناعات بعض الصناعات التقليدية الموجودة فيها، بينما هنا صناعة السيارات المتطورة في ألمانيا. بالنسبة لغانا مطلوب منا أن نقدم بعض الحلول والمقترحات التي تساهم في دفع غانا لتصبح دولة متقدمة كباقي الدول المتقدمة. طبعا هي كفكرة لتساعدنا في النهوض في اقتصاديات دولنا والدول العربية بشكل كامل حتى ننهض باقتصاديات هذه الدول. المجالات التي مطلوب منا اقتراحها لتطوير الزراعة، لتطوير الصناعة والتجارة. الزراعة، اعتمادنا على البحوث العلمية الزراعية وإنتاج بذور تتناسب مع البيئة المحلية، هذا يساعد في تطوير الزراعة بشكل كبير. استخدام الآلات الزراعية ووسائل الري أيضا. تطوير الصناعة عن طريق اعتماد الآلات المتطورة، تنويع الصناعات، وكل ذلك يساهم في تطويرها. أيضا التجارة، الاعتماد على تصدير متنوع للمنتجات، أيضا استخدام التكنولوجيا في التجارة وتطويرها بشكل مستمر، هذا إذا يساعد دولة غانا لتطوير اقتصادها. طبعا ختاما مطلوب في نهاية درسكم أحبائي أن لو كنت مسؤولا في وزارة الاقتصاد أقدم خطة لتصبح بلدي سوريا في عداد الدول المتقدمة. إذا نساهم في تطوير بلدنا سوريا بنفس الطريقة، هذا ما نتركه لكم أحبائي لنقدمه لكم في الدرس القادم. شكرا لكم، أتمنى أن تكونوا استفدتم من المعلومة، وإلى اللقاء في دروس قادمة.